اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم مع معالي السيد داتو سري سيتيا حاج الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي دار السلام. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الثنائي الوثيق بين مملكة البحرين وبروناي دار السلام الصديقة وسبل تنمية التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.